إلى جنوب لبنان، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن منزلا في منطقة المطلة قصف بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان دون وقوع إصابات، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة عدد من المباني العسكرية في منطقة رشاف. من جانب آخر، أفادت مراسلة العربي في جنوب لبنان عن قصف إسرائيلي استهدف بلدة مارون الراس، كما أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق عدة قذائف من لبنان باتجاه مناطق مفتوحة قرب منارة وكفار يوفال من دون وقوع إصابات. هذا وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة. من الجولان ينضم إلينا مراسل العربي أحمد جردات. أهلا أحمد، ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم، يتحدثون في الساعة الأخيرة عن إصابة منزل في منطقة المطلة التي تقع في إصبع الجليل بصاروخ مضاد للدروع أطلق من الجنوب اللبناني، إضافة إلى رصد عدة قذائف صاروخية سقطت قرب حنيتة يعرى وأيضا يفتاح في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي. ولكن القصف الإسرائيلي هو مستمر للجنوب اللبناني، وهذا ما أشار إليه البيان الأخير للجيش الإسرائيلي الذي قال بأنه استهدف بنية تحتية ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله، وقصف أيضا منطقة عيتا الشعب وعيترون بالقصف المدفعي. حقيقة في الأيام الأخيرة الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن قصف الأهداف في الجنوب اللبناني، حتى بات يعتقد بأنه معني في هذه الفترة بالتصعيد من ناحية محاولة ضرب البلدات اللبنانية وأيضا توسيع هذه العمليات، عمليات القصف. وتأتي هذه العمليات التي حدثت هذا اليوم من قبل حزب الله نحو المناطق الحدودية بعد يوم واحد من تصريحات يوسف جالانت خلال جلسة لتقييم الجبهة الداخلية في منطقة حيفا، تصريحات التي قال بأنهم يبعدون عناصر حزب الله عن الحدود بفعل النيران التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. ولكن منذ ساعات صباح هذا اليوم تم إطلاق عدة صواريخ نحو مناطق الجليل الغربي، مناطق المطلة، حنيتة وغيرها من المواقع الواقعة على خط المواجهة كما تسميها إسرائيل، والواقعة قبالة الحدود مع لبنان، ما يعني أنه على الرغم من الانخفاض الذي كان قبل عدة أيام في عمليات حزب الله، إلا أنه منذ عدة أيام يحافظ على وتيرة مرتفعة ويستهدف المواقع التي استهدفت في السابق وضمن المواقع التي تستهدف منذ 8 أكتوبر، من ضمنها أيضا المطلة، المنارة، كفار يوفال وغيرها من المناطق في الجليل الأعلى والجليل الغربي. شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، مراسل العربي في الجولان.